وقفت مصالح الدرك الوطني بالطرف شخصان يبلغان من العمر 20 و35 سنة بحوزتهما مواد محظورة متمثلة في الزئبق الفضي أكثر من 3 كيلوغرام. محاربة كل أشكال جريمة، تمكنت فرقة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالطارف من وضع حد لنشاط عصابة إجرامية مختصة في نقل وبيع مواد محظورة متمثلة في الزئبق الفضي. العملية جاءت إثر ورود معلومات دقيقة لعناصر الفرقة، مفادها وجود شخصين يقومان بنقل مواد حساسة على متن حافلة، واستغلالا لهذه المعلومات تم وضع نقطة مراقبة تنسيق مع الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين العسل، حيث تم توقيف الحافلة وتفتيش المشتبه فيهما، حيث أسفرت العملية عن ضبط كمية معتبرة من مادة الزئبق الفضي بوزن قدر بحوالي 3.3 كيلوغرام داخل قارورة بلاستيكية مموهة بقيمة مالية قدرت بأكثر من 6 ملايير سنتيم و3 هواتف نقالة. سيتم تقديم المشتبه فيهما أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة القالة فور الانتهاء من التحقيق. وفي الأخير يبقى الرقم الأخضر 1055 تحت تصرف المواطنين للاستفسار أو التبليغ عن أي طارئ. أوراس تي في، حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.